كنا كنحاولوا نتحققوا من هاد يعني الشركات ومن هاد العقود ومن هاد الشيء كله، وبقى عندنا دائما شك وارتياب يعني في هاد الشيء كامل. ولكن في نهايه المطاف وحضرناها وقلنا لا حتى شي حاجه اللي ما بيناش، يعني ما عند الواحد على شي غامر فيها. ولكن بالنسبه للشباب راه كتعرف يعني العرض كان مغري جدا، يعني برواتب خياليه، يعني 40,000 درهم 50,000 درهم 60,000 درهم وانت غادي طالع. انا كتعرف الشباب يعني اللي ديبلومي وعندهم مؤهلات يعني كبيره وخدموا وعندهم طموح، بان لهم بانهم ياخذوا هذا القرار، وفي الحقيقه كان قرار خاطئ وكانت النتائج ديالو ثم كتشوفوها كارثيه لا علينا ولا على الوطن ولا كلش. ورد الفعل هو صدمه اولا، لان هذا هو الاولى. ثم ان رد الفعل هو التوجه الى المصالح، الى هنا للخارجيه. جينا للخارجيه درنا شكايه وبلغنا بالموضوع، مشينا للامن الوطني تاهو درنا شكايه وبلغنا بالموضوع، ومشينا للمجلس الوطني لحقوق الانسان درنا شكايه وبلغنا بالموضوع. ومن بعد تواصلنا مع السفاره ديالنا في تايلاند يعني لإبلاغهم أيضا بالموضوع، ولقينا بأن المصالح وزارة الخارجية هنا في الرباط قد أحالت الملف عليهم، ولكن لحد ما قدوش يحلوا شي حاجة في الملف. لأن أولا احنا خصنا نعترفوا بأن المنطقة اللي كاينين فيها الوليدات منطقة صعيبة، وصعيبة بزاف، لأن منطقة ديال النزاع مسلح منذ 1949، يعني منذ استقلال يعني بورما، يعني فيها ميليشيات مسلحة متعددة، فيها حرب مع الجيش، كاين انقلاب عسكري، يعني صعيبة المنطقة يعني لا الوصول لها ولا تحرير الناجين منها. ولكن هذا ما كيعنيش بان مستحيل ان التحرير ديالهم، بدليل ان احنا حررنا يعني بواسطة يعني جمعيات ومنظمات، يعني واحد الشخص وساعدنا يعني بطرق اخرى في تحرير البقية. هي تجربة قاسية، يعني تجربة لا يمكن وصفها، تجربة الجحيم، يعني هي تجربة العبودية، يعني العبودية الحديثة ولا العبودية المعاصرة، هي هذه العبودية الرقمية ديال هذا النصب الإلكتروني وما يشبه التجارة الإلكترونية والتداول في العملات الرقمية والبورصة إلى غير ذلك. ف يعني كانت صدمة كبيرة. الفترة اللي قدات هي ديال 3 شهور، ولكن 3 شهور يعني ديال العذاب وديال الجحيم وديال المعاناة، وتعرضات فيها للتعذيب، تعرضات للاعتقال، تعرضات للتجويع، لسوء المعاملة، الاحتجاز داخل غرفتها لمدد يعني متفاوتة، يعني مرة 3 أيام 4 أيام تحت حراسة مشددة ليلا ونهارا، يعني بمعنى أنك ما تقدرش تنعس، من بزاف ديال المشاكل. ثانيا أن ما عندكش فين تمشي، يعني ما عندك حتى شي نشاط أو ديرو، كتجي مهلوك بالنعاس، يلا كتنعس ديك ساعتين كتفيق كتمشي ثاني تخدم ترجع تنعس ثاني واحد ساعتين فقط، يعني كاين واحد العذاب نفسي كبير. الرجوع ديالها كان بفضل تدخل بعض المنظمات الإنسانية الدولية اللي نسقنا معها وعطيناها تفويض باش تدخل، وتدخلات بمساعدة يعني بعض الميليشيات يعني المسلحة المحسوبة على الصف الديمقراطي، وتمكنوا من تحرير المحتجزة وتوصيلها إلى يعني بر الأمان. حالة متدهورة نفسيا صحيا، ولا زالت لحد الآن تحت الصدمة وتحت علاج نفسي وطبي لمدة دابا ما يزيد عن 3 أشهر. اللي نقدر نقول هو أن المسؤولين يعني
خاص يفهموا هذا الملف بشكل جيد، وباش يفهموا خاصهم يتواصلوا مع العائلات، لان كل ما يصل الان الى الاعلام وكل ما يروج من اخبار وهذا مصدره هو العائلات، لا ما كاينش مصدر اخر للخبر يعني ديال هذا الموضوع هذا من غير العائلات. فالعائلات عندها ولادها الداخل وعندها معطيات وتفاصيل دقيقة من الداخل، يمكن أن الدولة والأجهزة ديالها تشتغل، ولكن العائلات راح تشتغل يعني من داخل تلك معسكرات الجحيم، وعندها معطيات وعندها أشياء اللي ممكن أنها تفيد يعني الأجهزة ديالنا في إنقاذ هؤلاء المحتجزين. إذا خاص تواصل وخاص استراتيجية، وهذا اللي نبغي نأكد عليه، أن خاص وزارة ديالنا الخارجية وسي بوريطا يدير واحد الاستراتيجيه تواصليه فعاله مع العائلات، ويحاول يطمئنهم. بحال البارح ملي كان المقال يعني التصريح لا ديال السفير ولا ديال يعني البروكيرور جينيرال ديال كازا، بان بان العائلات على الاقل حسات بواحد لو سوتيان، واحد الدعم نفسي ديال ان راه كاين شي حد معنا ورحنا كيهضروا معنا. لانه كان لا يعقل الصحافه الوطنيه والدوليه والعربيه كلها كتكلم والدوله يعني ساكته، وكان الامر لا يعني هذا يعني ما كان غير مفهوم وعبرات عليه العائلات في البلاغ الصحفي ديالها انها لا تتفهم هذا الموقف ديال الصمت المريب. الان هذه البلاغات جوج احنا السلطات الامنيه والقضائيه راه كنعرفوها وكنتواصلوا معها بشكل يعني مستمر، وانا داير الخدمه ديالها على احسن ما يرام وبشكل فعال وهذا، ونتمناو لان الاخوان يعني في الخارجيه يمشيوا على نفس النهج ونفس الفعاليه. والسيد السفير ديالنا في تايلاند راه مفروض انه يتواصل، والسي اسماعيل ايضا انه يتواصلوا مع العائلات ويعطيوا للعائلات لي زانفورماسيون وياخذوا لي زانفورماسيون ويخدموا. وحنا رحنا مستعدين يعني، وهذا الشيء راه قلنا ان عندنا هذه المنظمات الانسانيه، هي راه دابا معها 7 ديال الوليدات ديالنا في بانكوك تحت الرعايه ديالها يعني بالايواء وبالاكل وبالشرب وباللباس وبكل شيء، وكيطلبوا يعني منذ فتره عندنا جوج اللي كانوا خارجين منذ فتره فايتين 10 ايام وتواصلوا مع السفاره وكيطلبوا غير يستقبلهم السفاره وتشوفهم وطمئن عليهم وتساعدهم الا خاصهم شي حاجه. ما سول فيهم حتى واحد، وهم خرجوا دابا وحدين اخرين 5 ولاو 7، وهم 7 كاملين شاده منظمات انسانيه. ولكن اين هو المجهود ديال السفاره المغربيه في الموضوع؟